هذا الرجل هو ألفريد نوبل، الأب الروحي للجائزة التي تحمل اسمه والتي تمنح في مجال الكيمياء والفيزياء والطب والأدب والسلام منذ عقود. وفي عام 1995 جزئت جائزة نوبل للسلام لأول مرة منذ تأسيسها لتمنح إلى 3 أشخاص: ياسر عرفات وإسحاق رابين وشمعون بيريز. وفي ظل الانتهاكات الصارخة والحرب التي تشنها إسرائيل على شعب غزة، بدأت تتعالى أصوات عربية وغربية لمطالبة المسؤولين عن جائزة نوبل للسلام بسحب الجائزة من حضن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لترأسه دولة تمارس الذبح والإرهاب. أما هذا الرجل هو وزير الخارجية النرويجي يونس ستور، الذي أصدر كتابا بعنوان أن نفعل شيئا مختلف، خصص به قسما يصف فيه ما رآه بأم عينه خلال الزيارة التي قام بها للبلدة القديمة بمدينة الخليل في العام 2006. يشير الوزير في كتابه إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل وتحقير، ويندد الوزير النرويجي في كتابه أيضا الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، ويستنكر الحرب التي تشنها إسرائيل على شعب غزة، ويعتز بصداقته للفلسطينيين وللعرب. السيد الوزير، أهلا بك وشكرا لاستقبالك لنا هنا في أوسلو. بداية، ما رأيك بالنسبة للهجوم الإسرائيلي على غزة؟ إن الحرب على غزة مأساة كبيرة، إنه لأمر في غاية الأهمية للسلام في المنطقة، وهو أيضا وضع في غاية الخطورة على الصعيد الدولي. إنها مأساة بالنسبة للمدنيين من سكان غزة الذين تشتد معاناتهم في الوقت الحالي، كما أنها مأساة للشعب الإسرائيلي وللفلسطينيين الذين يخشون المستقبل من جديد ويفقدون الأمل في سلام عادل ومستقر. لذا فإنني أعتقد أن ذلك يقوي الانطباع بأنه دون حل دائم من أجل السلام ودون دولة فلسطينية تحقق للفلسطينيين سيادتهم وكرامتهم، فلن يكون هناك سلام لا للفلسطينيين ولا للإسرائيليين. معالي الوزير، أوروبا ترضخ في مواجهة إسرائيل، فهل تعتقد أن أوروبا موالية بدرجة كبيرة لإسرائيل؟ هذا سؤال صعب. أنا أعتقد أن إسرائيل لديها العديد من الأصدقاء في أوروبا، وأنا نفسي صديق لإسرائيل وللإسرائيليين، لكنني أرى أن سياسة إسرائيل تثير العديد من الأسئلة. فالطريقة التي تنتهجها إسرائيل حاليا في عملياتها هي في رأيي صادمة وذات تداعيات إنسانية فورية غير مقبولة. ولكن على المدى البعيد، السؤال الهام الذي ينبغي طرحه هو: هل هذا سيعزز أمن إسرائيل؟ أنا لا أعتقد ذلك، وأنا أرى أن هذا الرأي يزداد تأييده في أوروبا. وهناك أسئلة تثار حول هذه الاستراتيجية في أوروبا كالاتحاد الأوروبي، وأيضا هنا كدولة أوروبية على حدة. هناك استسلام، ولكن هناك أيضا محاولات للتحدث بصوت واحد، غير أن ذلك أمر معقد، والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أنا أتحدث باسم النرويج، وأعتقد أن موقفنا حاليا معروف. عادة حينما أتناول أنا شخصيا كصحفية مسألة إسرائيل مع رجال السياسة الأوروبيين، يسارعون بالتأكيد على أنهم أصدقاء لإسرائيل، فهل تسارعون كذلك بالقول نحن أو أنا صديق لفلسطين؟ تماما وقطعا إذا ما طرحت هذا السؤال، أنا صديق للفلسطينيين وصديق لهذه الدولة التي لم تولد بعد، وأمضي كثيرا من وقتي كوزير لدعم أي مجهود من أجل أن يحصل الفلسطينيون يوما على دولتهم، وهو ما كان يجب أن يحدث بالأمس. علينا أن نجتهد حتى يتم ذلك غدا، والنرويج تقضي الكثير من الوقت وتضع الكثير من الإمكانيات لمساعدة الفلسطينيين خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو دولتهم، ولكن وبكل تأكيد يجب أن تبقى المسؤولية الأولى لإسرائيل، لأنها البلد المحتل الذي يحتل الأراضي الفلسطينية والتي أدت في الوقت الحالي إلى هذه الحرب غير المقبولة.
وماذا عن التواطؤ بدون قيد أو شرط بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ وما رأيك في ذلك؟ أنا أعتقد أنه يجب أيضا أن ندرك أن هنالك صداقة وسياق تاريخي يربط الولايات المتحدة بإسرائيل وبالعديد من الدول الأوروبية. أنا لست ضد هذا، ولكنني مع صداقة قوية مباشرة ونزيهة مع الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يجب اختيار أحدهما ومعاداة الآخر. وما ينبغي أن نأمل فيه في الوقت الحالي مع إدارة السيد أوباما هو أن يلتزم من اليوم الأول بصورة نزيهة، وأن يدرك أن مساندة إسرائيل وحقها في العيش بسلام لا يعني الموافقة على كل قرار سياسي لها. وأعتقد أن السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بالنسبة لغزة في الوقت الحالي تحتاج إلى ضغط أمريكي قوي، وإنني آمل أن إدارة أوباما سوف تأتي بالتغيير وأن تكون مختلفة عن إدارة السيد بوش. في ذكرك للسيد أوباما، هل تعتقد أنه سيفعل أفضل مما فعله السيد كلينتون على سبيل المثال؟ من الصعب عقد مقارنة بعد مضي 8 سنوات على رحيل السيد كلينتون، الذي بذل بالفعل قصارى جهده في نهاية حكمه في محاولة للإسهام في إيجاد حل. وأنا أعتقد أن جهوده الكبيرة قد أخافت بوش وثبطت من عزيمته، وإنني آمل أن يبدأ السيد أوباما قريبا وبسرعة في معالجة الأزمة، وهو يتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها من إدارة كلينتون الذي كان واحدا منها. وأعتقد أن رؤيته للسياسة الدولية بصفة عامة سوف تجعله يهتم أكثر بالالتزام والدبلوماسية وبتفعيل كل الأدوات السياسية بشكل مبتكر ومغاير لسياسة السيد بوش. كلمة عن الدول العربية سيد ستور، هل تعتقد أنها لا تستطيع عمل أي شيء إلا إحصاء القتلى؟ لو كنت مسؤولاً عربياً، كيف كنت تدير الأزمة وكيف كنت تتصرف حيال الغزو الإسرائيلي؟ إنك تعيشين في مكان في أوروبا يحيا بسلام ولم يعرف الحرب منذ زمن بعيد، لهذا فإنني أبدي رأيي بقدر من الحذر في الخيارات السياسية لزملاء العرب، وأنا في اتصال معهم بشكل منتظم ويومي حاليا وبشيء من التعاطف ومن الود حتى وإن كان عن بعد. لا أستطيع إسداء النصح لهم، وأنا أعتقد أنه ينبغي على الجميع بذل كل الجهود للإسهام في ولادة الدولة الفلسطينية. ولقد كان الفلسطينيون والأخيار منهم في رأيي ولزمن طويل ألعوبة في عمليات إقليمية وعالمية، وكانت قضيتهم العادلة تأتي دائما في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، والآن يجب بذل قصارى الجهد لمساندة هذه العملية حتى يصبح هذا الخيار الأول. ثانيا، فأنا آمل في أن تنضم للنرويج التي تترأس حاليا مجموعة الدول المانحة للفلسطينيين، آمل أن تنضم الدول العربية إلى دعم الفلسطينيين على المستوى الإنساني وكذلك في التحول الاقتصادي، حيث أنهم يحتاجون للمعونة الخارجية قبل أن يكون في استطاعتهم أخذ زمام الحكم بأيديهم، إلا أن الأمر الملح الآن بعد الحرب هو الاحتياجات الضخمة لإعادة الإعمار. ما رأيك في تغافل المجتمع الدولي في عدم تنفيذ العقوبات على إسرائيل؟ أنا أرى أنه إذا كان علينا التوصل إلى حل عادل ودائم فإنه ينبغي إشراك جميع الأطراف، ويتعين القيام بهذا من خلال الحوار والدبلوماسية وبقدر من الضغوط السياسية. ونرى من وقت لآخر مقترحات بمقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات عليها، إلا أنني أعتقد أن التجارب قد أثبتت أن مثل هذا النوع من الإجراءات الدولية يمكن أن يشجع المتطرفين، ولهذا فأنا أؤيد حواراً مباشراً وأكثر انفتاحاً مع المجتمع الإسرائيلي وأيضاً مع الحكومة الإسرائيلية. وأعتقد أن ما يجري الآن هو انتهاك خطير للغاية للقوانين الدولية، ولذلك يتعين على الجميع تحمل مسؤولياته.
معالي الوزير، كيف تقرأ الخطاب الأخير لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس؟ أعتقد أنه خطاب حرب، فهم الآن في حالة حرب، وأنا أعتقد أن حماس منظمة لها ميثاق يبتعد كثيرا عن مواقفي، لكنني أقول دائما أن على الإنسان أن يحترم مواقف حركة فازت بالانتخابات، ولكن هذا لا يعني تأييد سياستها. إن النرويج التي أسهمت في اتفاقيات أوسلو ترى أن حماس عارضت هذا الاتفاق منذ اليوم الأول بأساليب عنيفة، ولهذا فإنني أعتقد أنه يجب بذل الجهود اللازمة للقيام بدراسة دقيقة لتاريخ هذه الحركة وماهية أهدافها ومصالحها، لأنني أعتقد أن مثل هذه الدراسة سوف تعطينا صورة أقل حدة عما نقرأه كل يوم في الصحف الغربية عن حماس وعن خطاب تم إلقاؤه في وقت الحرب. هل تؤيد الحوار مع حماس؟ مبدئيا أنا أؤيد أن نبقى على الاتصال مع جميع من يمثلون الشعب المعني، وأنا أعتقد أن السياسة التي اتبعها الغرب منذ سنوات والتي تقوم على عدم التخاطب مع تلك المنظمة أو مع هذه الدولة هي سياسة خاطئة وليست بالسياسة السليمة، فالذي يجب عمله هو إشراك كل الأطراف، ولا يعني هذا الاتفاق معها أو أنه سيتم مساندتها بالأموال أو بشيء آخر، وإنما يعني إشراكهم، لأن المجتمع الدولي ارتكب خطأ جسيما بعدم التحدث مع حكومة الوحدة الوطنية في مارس آذار عام 2007، ولقد قالت النرويج في مارس آذار عام 2007 أنها ستتحدث مع هذه الحكومة التي تمثل 95% من الناخبين الفلسطينيين. كان علينا أن نلتزم ونتحاور معهم، ولا يعني هذا أنه ستتم الموافقة على جميع الأمور السياسية، ولكن كان هذا هو السلوك السليم في اعتقادي، وكانت محاولة أخيرة لإنقاذ الوحدة الوطنية من خلال وسائل سياسية، ولكن لم يكتب لها النجاح، فعلى الفلسطينيين تحمل مسؤولية كبيرة بأنفسهم، وإنني أعتقد أن المجتمع الدولي والرباعية قد فاتتهم هذه الفرصة. النرويج هي الدولة الأولى المانحة للفلسطينيين، وأعتقد أن النرويج أيضا أول دولة ترفع الحصار عن غزة. كيف ترون مستقبل غزة على المدى القريب والمتوسط؟ إنها كارثة، وفي اعتقادي أنه في اليوم الأول الذي سيتم وقف إطلاق النار ونستطيع الدخول إلى غزة، فإننا سنكتشف كارثة إنسانية بسبب لغة تخاطب تقتصر فقط على القصف بالقنابل أو المدافع. أعتقد أن الحاجة إلى إعادة الإعمار ستكون كبيرة، وأنا أعتقد أن أولئك المسؤولين عن الحرب سيكون عليهم دفع الثمن غالياً على الصعيد السياسي وعلى صعيد السمعة والمكانة أيضا. ومع ذلك فإن رؤيتي ومع احترامي لخيار الفلسطينيين والإسرائيليين هي العمل من أجل دولتين، أي إقامة فلسطين كدولة على أرض غزة والضفة الغربية، يكون للفلسطينيين فيها حقوقهم ومسؤولياتهم وحكومة ديمقراطية، إذن ستكون غزة جزءا من الدولة. وأنا أعتقد أنه على المدى القريب والمتوسط سنجد شعبا مصدوما، وحتى قبل نشوب الحرب كان يعاني ويعاني الآن معاناة تتجاوز الخيال، على الأقل في نظر من يعيش في أوسلو أو في أي مكان آخر، ولكن في رأيي هذا لا يعطي الحق في إطلاق صواريخ على إسرائيل، فأنا أدين ذلك أيضا، غير أن ما يجري في غزة الآن هو أمر مهول وأعتقد أن عواقبه ستكون وخيمة. Et je pense que les conséquences vont être très très graves. Le président actuel de l'État d'Israël n'est rien. الرئيس الحالي لإسرائيل شمعون بيريز هو الحائز على جائزة نوبل للسلام، لكن باتت تتزايد الأصوات التي تطالب بسحب جائزة نوبل منه. ما رأيك؟ شمعون بيريز، qu'est-ce que vous en pensez? لا أعتقد أن ذلك أمرا جيدا. أنا أحترم إحباط الناس وغضبهم، ولكنني أعتقد أنه حصل على جائزة نوبل للسلام لعمل حسن أداه في حينه.
وهي جائزة كانت اعترافا بجهوده وجهود الرئيس عرفات والسيد رابين، إلا أن مجتمعه والمجتمع الدولي سيحكمان على أدائه الآن، والذي في رأيي لا علاقة له بما فعله، واستحق عليه جائزة نوبل للسلام، وأنا أؤيد ذلك. أود الآن أن نتحدث عن كتابك. معالي الوزير، لقد نشرت كتابا بعنوان أن نفعل شيئا مختلف، وقد تطرقت في هذا الكتاب إلى آخر زيارة لك للخليل، ولم تتردد في عقد المقارنة بين ما كان يفعله النازيون لليهود وبين ما يفعله اليهود اليوم للفلسطينيين. لم أقل ذلك حرفيا بهذا الشكل، لقد ذكرت ما شاهدته في الخليل، المحال المغلقة مع شعارات همجية على الجدران، وقلت أن ذلك يذكرنا بأوقات عابرة، ولم أكن أشير إلى النازيين فقط، فهناك أمثلة تاريخية عديدة حين كانت تتم الإبادة على مجموعة أو اضطهادها. على أي حال، أنا تركت للقارئ الاستنتاج بوجهة نظره، وأنا أعتقد أن عقد مثل هذه المقارنة بين مجموعة والنازية هو تبسيط للأمور، فالمسألة معقدة جدا وبسيطة جدا في نفس الوقت، ولكن ما نراه في الخليل يظهر لنا الوجه الحقيقي للاحتلال ووحشيته. لقد تناولت في كتابك قضايا أخرى مرتبطة بالشرق الأوسط، لكن في الوقت الحالي الحاجز اللغوي يشكل عائقا أمام قراء محتملين لا يجيدون اللغة النرويجية، فماذا تناولت أيضا في كتابك فيما يتعلق بالشرق الأوسط؟ لقد حاولت أن أبين أنه ينبغي عمل كل شيء من أجل مساندة هذه المفاوضات الخاصة بالدولتين، إلا أن ما أخشاه هو حالة عدم نجاح هذه المفاوضات، وإذا لم تبذل إسرائيل بالفعل جهودا للتعامل مع القيادات الفلسطينية التي يجب التعامل معها، فإنني أخشى أن تنهار رؤية الدولتين ونصل بالتالي إلى وضع مختلف تماما، وهو أمر لا أؤيده. ولكنني ألاحظ أننا عندما نتحدث مع مثقفين أو أصدقاء أو سياسيين في المنطقة فإننا لا نكون بعيدين تماما عن هذه الرؤية، كما حاولت أن أظهر أن دولة النرويج كان لها دور كبير في عملية السلام في أوسلو، وعلينا لا نشعر بالتشوق إلى دورنا، فالدور ينبغي وأن يتطابق مع الوقت الحالي الذي نعيش فيه. إنني أعتقد أن ما يمكن أن نفعله حاليا هو أن نساند الفلسطينيين في طموحهم في أن يكون لهم دولة، وأن ندعمهم في المرحلة الانتقالية نحو هذه الدولة من جهة، وفي مواصلة التفاوض مع إسرائيل حيث ينبغي وجود طرفين من أجل النجاح واستمرار الاتصالات وفتح الأبواب لجميع الفصائل. لا توجد بلدان كثيرة تنتهج هذه السياسة، وفي رأيي وكما قلت سابقا إنه خطأ جسيم ألا نترك الخيار لهذه المجموعة أو لتلك المجموعة، أو نقول إننا لن نتعامل معها حتى وإن كانت تمثل واقعا على الأرض. فالنرويج إذن تحاول مواصلة هذا الحوار مع كل الفصائل، ولا يعني هذا أننا نوافق على كل ما تقوله هذه الفصائل، غير أن تجاهلها وإقصاءها عن هذا الحوار يعني دفعها إلى التطرف والإرهاب والعنف. معالي الوزير، أنا لا أخطئ لو أقول أنك أول وزير نرويجي ينشر كتابا وهو في السلطة، هل الهدف هو أن تقوم بفعل شيء مختلف؟ ولكنني رغبت في أن أكتب الآن لأن الكتابة طريقة لتناول كل ما نراه، إذن فالكتابة بالنسبة لي هي شيء أفادني كثيرا أثناء العطلات والرحلات، والكتاب يحاول أن يشرح إلى حد ما السياسة الخارجية، وأنا أعتقد أنه في ظل الديمقراطية التي نعيشها يجب على الوزير أن يشرح لماذا يقوم بخيارات وأسباب هذه الخيارات، وإنني أعتقد أنه في ظل الديمقراطية التي نعيشها يجب على الوزير أن يشرح لماذا يقوم بخيارات
وأن يشرح أسباب هذه الخيارات والدوافع التي تكون لدينا كسياسيين والدوافع التي تتوجب والتي نريد أن نعبر عنها كوزراء في سياسة مباشرة. الكتاب متوفر حاليا فقط باللغة النرويجية، هل تفكر سيادة الوزير في ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ولما لا إلى اللغة العربية أيضا؟ إنك تعلم أن هناك العديد من القراء العرب المحتملين. نعم، ولكن الناشر هو الذي عليه أن يختار. لقد قمت بترجمة فصلين إلى اللغة الإنجليزية، وربما يكون في الإمكان ترجمة عدد من الفصول، ولكن هذا كتاب كتبه وزير نرويجي لجمهور نرويجي. إنني أقضي وقتا طويلا للحديث عن الشمال الكبير وعن عالم القطب الشمالي وعما يحدث على الصعيد المناخي والاقتصادي والسياسي في الشمال، وهو الأمر الذي قد لا يهم كثيرا الجمهور العربي، ولكن هناك فصول في الكتاب أعتقد أنها لابد وأن تهم الأصدقاء العرب. إنك متواضع، وما دمنا نتحدث عن النرويجيين فقد حاولت أن أجس نبض المجتمع النرويجي وأيضا زملاء الصحفيين النرويجيين بالحديث عنك، وقد علمت أنك تتمتع بشعبية كبيرة في النرويج، والعديد من المحللين يروا أنك ستكون رئيس الوزراء المقبل، ما رأيك؟ نعم، هذا لطف منك. أنا أعتقد أن لدينا الآن رئيسا للوزراء وهو الذي أدخلني في مجال السياسة والذي أكن له احتراما كبيرا، وبالتالي فأنا آمل من كل قلبي أن يظل في موقعه مدة طويلة. حسنا، هذا رد سياسي محترف. هل من كلمة أخيرة، هل هناك شيئا ما ربما تود قوله عبر هذه القناة العربية الأوروبية؟ نعم، أود أن أضيف المعلومة التالية. منذ نحو 10 سنوات ظهر أسلوب تفكير في الحوار بين العالمين الغربي والعربي، بين ثقافات وديانات مختلفة، ويرتكز على منهج الأبيض أو الأسود، أنت معي أو ضدي. أعتقد أنها رؤية لقراءة متطرفة، ونحن نحتاج الآن إلى من يحتل الموقع الوسط وإلى من يوطد الروابط بين الثقافات، فليس هناك شخص ذو ثقافة واحدة أو هوية واحدة. أنا لي هويات كثيرة، فأنا أب ووزير ورياضي وأديب، كما أنني مسيحي. إن مجموعة من الأشياء هي التي تعطيني الهوية، ولكن العقلية التي ظهرت منذ عدة سنوات هي أن نضع أنفسنا في قوالب هويات، فأنت لك هويتك وأنا لي هويتي. إن ما أكتشفه من خلال الحديث وما أكتشفه مع أصدقائي من الفلسطينيين والإسرائيليين والعرب هو أن ما يجمعنا من العناصر يفوق كثيراً ما يفصلنا. إنني أفكر في الترويج للحوار وللتفاهم انطلاقاً من هذا المنطق. إنه أمر عاجل جداً في عالمنا. السيد الوزير، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج لقاء في أوروبا. شكرا. مشاهدينا، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة، وإلى أن يتجدد اللقاء، ها هي ليلى حداد تحييكم من العاصمة النرويجية أوسلو. إلى اللقاء.